إن قيل حواء قلت فاطم فخرها. أو قيل مريم قلت فاطم أفضل أوهل لحواء. وين وين أوهل لحواء والد كمحمد أم هل لمريم مثل فاطم أشبل. كل لها عند الولادة حالة فيها عقول ذوي البصائر تذهل هذه لنخلتها التجت. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. كل لها عند الولادة حالة فيها عقول ذوي البصائر تذهل هذه لنخلتها التجت فتساقطت رطبا جنيا فهي منه تأكل. وضعت بعيسى وهي غير مروعة أنا وكافلها كمي الأبسل. لكن إن كنت تسأل عن الزهراء يا مؤمن وإلى الجدار شتان. فرق كبير ما بينهما. نعم وإلى الجدار إلى الجدار وصفحة الباب التجأت بنت النبي فأسقطت ما تحمل. لزمت الدمعة لو نزلت الدمعة يلا لا تبخل بها لا تبخل بها على فاطمة الزهراء مكسورة الأضلاع. أوال وإلى الجدار وصفحة الباب التجت بنت النبي فأسقطت ما تحمله سقطت فأسقطت الجنين وحولها من كل ذي حسب لئيم جحفل. أوه 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 أوه
وإلى الجنا وإلى الجدار. بت الباب التجت بنت النبي فأسقطت ما تحمل مكسورة الخاطر. يلا مكسورة الخاطر ومن يجبر كسرها توعظ وتوعد تشبه الهادي بنثرها. وين صوتك وين؟ تلزم ضلعها ونوب جرح اللي بصدرها ونوب تلوذ بقبر ابوها وتنتخي به. الا ردت قلت الغاب يترقب مجيها يسمع كلام المصطفى بطيب حكيه وينظر بعين مشية ايل الهادي بمشي جت تبغى ابنها ووقفت اتمنى قريبة ترتعد وقد وتقلى يا ابو طالب تراني عندك وديعة والهضم اقرا والهضم والذل عراني هذا الرجس حق زواه لا رعى وانت الحمايا كعبة الباري وحبيبه قالها يا زهر اليوم لازم تعذريني من أول وتالي يا بتولى تعرفي أنا ما ملت عن دربي اقرأ ولا فارقت ومنك يا بنت الطهر هاللفظة غريبة والله يا زهرة شلت السيف زعلان لفني الأمة الخاطرك واهز لك بعد شو سوي ابو حسين هالساعة زلزل هالأرض بالإنس والجام لجلش وخلي على الملأ ساعة عصيبة بضعة الهادي كان أسل السيف وأقول ما تسمعين على المنابر عقب هاليوم بسم النبي المختار عندك يصح وظل يرتعد والغيظ يتوقد لهيب